صباح الخير أعزائي المتابعين، فتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. عيد مالك وكريم عيد يوم 31 أكتوبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. أسبوع طبعا إيجابي للجنيه البريطاني خلال الأسبوع الماضي، ولكن في ختام الأسبوع عاد الدولار الأمريكي للسيطرة، وده راجع أكيد في المقام الأول نتيجة البيانات المتباينة التي تمهد الطريق لتعزيز إمكانية تباطؤ وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. خلونا نشوف مع بعض النهاردة الشارت توقعاتنا ليه على مدار زي ما واضح معانا طبعا الأداء العرضي والحياد واختناق السعر ما بين 16.20 وال 14.85، ولكن المؤشرات مدية طبعا إشارات أكثر إيجابية. أداء إيجابي على الإي إم إي، تقاطع متوسطات سعر الأعلى ثبات السعر عليهم، أداء إيجابي على السار، أداء إيجابي على الفلات ترند، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر نقطة المقاومة الهامة عند 16.20 علشان يروح ل 90 وراها 17.55. مرة تانية كسر 16.20 وراها 17 فلات وراها 17.55. السيناريو الآخر مع إكس هاب بكسر 13.95 ورا 13 فلات وآخر نقطة عند 12.30. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم سعيد وآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.